خالد، محله. حضرتك من الناس الموهوبه في موضوع التسديد، شويت يعني ما كانتش تعدي من ثلاث خشبات، يعني زي ما بيقولوا. دي موهبه كانت عند حضرتك ولا دي حد وجهك ليها ولا كنت بتتميز بيها من الصغر؟ يعني لا، هي احكي موهبه لي دي. وزي ما انت بتقولي كنت بتميز بيها من الصغر. وعلى فكره انا رجلي مش جامده قوي، بس انا رجلي مظبوطه قوي، دقيقة جدا زي ما قلنا في الأول. يمكن يعني يعني عارفة لما تيجي تنشيني بالبندقية، يعني بتنشيني بإيد، أنا رجلي كده. لما عيني بتجيب حتة معينة أشوط الكرة تروح فيها، دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. القوة ما كانتش قوية جدا، يعني قوة متوسطة. وساعات القوة مش زيادة، مش مناسبة. هو الدقة هي الأهم طبعا. الدقة، فهي دي اللي كانت. وأنا من وأنا صغير